Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima wastaghfirillah Inna allaha kana ghafuran rahima Wala tujadil anilladhina yakhtanuna anfusahum Inna allaha la yuhibbu man kana khawana nathima Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً